في ريبلاي البارح كان دخل معنا زميلنا في القيروان عبد المجيد جبيلي، كان حكى على موضوع هروب اللاعب نزار الطويل من شبيبة القيروان. اتصل بينا نزار حاب يوضح الحكايه، وما في موجود معنا بالتليفون نزار الطويل. نزار اهلا بيك. السلام اخوي السلام. شنو احوالك اخوي؟ لاباس؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بني نزار البارح كما قلت لي اتصل بك، كما قلت كلمنا عم مجيد جبيلي مراسلنا في القيروان، كان نحكي على هروبك من القيروان. لو كان تفسر لنا شنو الحكايه بالضبط؟ قلت لي مش صحيح. هي كلمه مش باهي هروب، ما نهربش انا، علاش باش نهرب؟ اول حاجه روحت صحيح، روحت لداري. بصراحه اخويا اسلام ما يمكنش الواحد، انا شفت القيروان جمعيه كبيره، اي واحد يتمنى يلعب فيها، هذا شيء متاكد منه. كما قلت لك معناها اتصلوا بي المسؤولين وسي عبد الرزاق قتراد والمدرب سي عثمان الشابي، تقابلت معاهم مره في تونس هنا، تفهمنا على باش نعطيك معناها بوضوح، تفهمنا معناها مونطو معين باش يتقسم على تروا بارتي، باش تاخذ بارتي الاولى سبيس، بارتي ثانيه تاخذ شيك جارونتي، والثالثه اخر الموسم نتحاسبوا فيه. اوكي اوكي، هبط خويا للقروان، بقيت معاهم، كي مشيت غادي ولت ما عادش دوزيام ترونش شاك، ولت كمبياله. ترونش الاول كنا متفاهمين سبيس، ما وفروش سبيس، ما دولي ثلث من المونطون اللي تفاهمت فيه. وينو الباقي؟ قال لك خويا الباقي كيفاش ترجع؟ روحت لتونس، من بعد رجعت للونترامون في اليوم في غودو في كذا، جي خويا صرفونا للثلث هذاك، ما دونا سبيس خذيناه، فهمتني؟ واحنا مصحح عقد مبدئي، يعني ما صححتش كونترا بروفيسيونيل. خاطر شبيبه كانت ممنوعه من الانتداب هكا؟ والله ما عنديش فكره، ابار معناها ممنوعه من الانتدابات وقت البريود هذيك، حتى الفيدراسيون ما وزعتش معناها لي كونترا بروفيسيونيل، مازال معناها ما وزعتش على الجمعيات. جلست معناها اونتر تو نترينا نعمل في اللي فيزيت ميديكال، في اللي تيست فور خويا، عملت كل شيء معناها اللي يحبوا عليه عملته، فهمتني؟ ما راني خويا، كان بعد اسبوعين وثلاثه طلبني مسؤول قال لي غدر باش تجي تصح في الكونترا. كيفاش تجي تصح في الكونترا والمفاهمه نتاعي ما متفاهمناش؟ معناها السبيس شنو اللي شيك مش حضري، معناها الامور الماديه مش واضحه، فهمتني؟ اصبر اصبر اصبر. أبار هذا خويا ما نكذبش عليك، احنا مشينا اربع ملاعبيه في دار سخانه، كما تعرف الناس الكل لازمها كليماتيزير، فهمتني؟ تجي نهارين ورا بعضهم الملاكه خويا تقص لك المونجاله نتاع الضو، قال شنو تخدم برشا كليماتيزير، نبدو راكدين خويا تطلع للدار تهزك الكوموند نتاع الكليماتيزير وتخرج، فهمتني؟ كان غلط، راني واحد من اللاعبين اللي نسميهم لك بالاسم يتدخلوا يقولوا راهو غلط مش صحيح، فهمتني؟ ما يكذبش عليك، غلطت انا كي ما كلمتش المدرب ولا ما كلمتش المسؤول باش نقول لهم راني مغادر، غلطه صحيح غلطت، معناها نورمال الناس كبرت بيا نكلمهم نقول لهم راني مروح. انا في العمر هذا 31 سنه زاده باش تتعدى بالظروف هذايا، واحد مخلي مرته مخلي ولده. وحكينا في الاوف المفاهمه كانت حتى في الدار باش تكون تسكن وحدك، معناها مع العائله نتاعك. يعطيك الصحه، كي جيت متفاهمين انا باش نسكن وحدي، وقتها الجمعه جمعتين باش يجيب مرته، مازال ما فما شيء واضح، معناها ما نكذبش عليك. فهمتني؟ زيت روحي وروحت. نزام ما كنتش تتفاهم شويه لي كونديسيون الصعاب في الجي اس كاي، خاصه كان فما قضيه كبيره تتهدد كاين النادي كما منع الانتداب اللي تقريبا خلص قلت البارحه ويوم امس تم خلاصه، ما كانش لازم تتفضل الامور هذه وبعد تاخذ فلوسك، ولا ما حكيتش مع مسؤولين اصلا في الموضوع؟ ما حكيتش، ما نكذبش عليك ما حكيتش، ماني قلت لك انا راني نحشم برشا ديجا سي عثمان، معناها المدرب هو اللي كلمني عثمان الشايب عند سيدي بوزيد ولا محسب ولده، فهمتني؟ نحشم انا تجيست يكلمني يقول لي نزار تبقى، ما نجمش حتى نناقشه، فهمتني؟ هذاك علاش بصراحه روحت، فهمتني؟ نجم لاعبي اخر ينجم خويا يتفاهموا ويبقى، اما خويا كل واحد والديسيزيون نتاعو، كل واحد والشوا نتاعو، انا ما نكذبش عليك اخترت الشوا هنا باش نغادر، وكما قلت لك جي اس كارا تقفل على نزار طويل على اكس على جريك، فهمتني؟ اما حبيت نوضح ان الهروب ماهوش هروب، انا روحت صحيح بحكم عدم مفاهمه معناها في الاتفاق اللي اتفقنا فيه هذا هو. ما اتصلوش بيك المسؤولين بعد ما خرجت؟ لا اتصلوا خويا، اتصلوا بي انا وقتها قررت، معناها قررت اني مش شنو فيه. شنو حكيتوا؟ شنو قالوا لك؟ ما فماش وعود؟ ما قالوكش ياخذ فلوسك؟ شنو؟ نفس الوعود، ارجع تو نفس معناها ارجع تو نتفاهموا تو
نوفروا لك، كان نوفروا لك. وانا بصراحة ما كنت ده واحد مش مرتاح، صرت وقت شفت كورة اخوي اسلام تو ما قلت فما حد شيء واضح، فهمتني؟ فما حد شيء واضح، يقول لك اليوم حاجة غدوة نجم يعطيك حاجة اخرى، فهمتني؟ بصراحة صبر وكو مسكين الملاعب التونسي وكاو. الكلام اللي تقال كيف كيف قال مراسلنا في القيروان عبد المجيد جبيلي، حاول انه فما شخص من احباء الشبيبه هو اللي حاب يهزك للسي او تي ولا حاجه هكا، موجود منه ولا؟ لا انا اعطيك انا سكوب خويا مرته، والله لا سي او تي لا حد شيء، والله القروان نعرف ثلاثه ملاعبين، صبر اللونيس، وجدي الدرعي، عبد الرحمن الرابع، هذوما لعبوا معايا في جمعيات الطار هذا، والله لا نعرف حتى واحد في القروان. فهمتني؟ ولا فهم ما فهمش محب، ما انا طوف العمر هذا 31 سنه ولا كذاش، غير باش يجي محب يقول لي بلا يجا امشي للسي او تي ولا امشي، مش واحد صغير ما شاء الله خويا اسلام، انا نلعب في 9 جمعيات ولا 10 طالع مع 4 جمعيات، مانيش صغير، معناها نعرف ما يصلح بيا ونعرف ما يفيدني وما يضرني. اي وين الوجهه مال؟ الوجه اخويا تو تسمع تو تسمع ان شاء الله ربع ساعه 4 دراج اخرين تسمع كل شيء ان شاء الله. كي تو هي الحكايه قول لنا، ما انا خلينا نعرف مادام ما هيش بعيد الحكايه. اخويا رجعت لجمعيتي الام خويا نادي اولمبيك مدنين. اولمبيك مدنين العام الجاي مع اولمبيك مدنين ان شاء الله معناها. اخويا ان شاء الله عملت معاه موسم خويا وجمعيتي الام ما نجمش خويا ان معناها يكلموني ديريكت نرجع نخلي اي حاجه ونرجع، ما نكذبش عليك عامل علي فضل جمعيتي، قعدت معاها وجلست مع الرئيس الحق، فهمتني؟ معناها تكون منه صداقه قبل ما يكون انه رئيس. محمد السيدي تحيه لي. تحيه لي خويا صديق قبل عندي نعرف معنا 10 17 سنه، معناها مش سنه ولا كذا، معاه مش عليك زاد واحد بعد على الدار عندي معناها برس 15 سنه بعيد على الدار، وقيت خويا برجلي باش يرجع معنا احلى اخواته، فهمتني؟ انا خويا كره وانا خسرت الوالد بعد صعود مع بنقردان، توفى اخويا وانا في 16 في 16 كيف كيف مع اولمبي مع اولمبي باجي كيف كيف الوالد معناها توفى اخويا زوز الله يرحمهم زوز خويا على الاقل واحد مازال له 3 سنين 4 سنين خويا على الاقل يتمتع في اخواته في عائلته خويا في اقاربه خويا، لذلك علاش قررت باش نرجع للمدينه الثانيه يعني معاهم سيزون ان شاء الله نصعد مع جمعيتي ان شاء الله المره الثانيه. باب بصراحه نزار كلموك مدنين وانت في القيروان والا بعد؟ لا 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 والله لا والله الاتصال يمكن البارح ولا قلت البارح قال لي كلمني الرئيس يسال فيا ما يكذبش عليك الملاعبيه شكون ليبر بحكم الوقت ما عادش، فهمتني؟ قال لي نزار انت سي بون شنو وضعيتك؟ قلت له انا عندي اسبوع راني ما يكذبش عليك راني خرجت، فهمتني؟ قال لي شنو رايك؟ جلسنا اخويا وما والله العظيم والله ما انا قلت لك ما حكينا اوكي وكا هاو حكينا على حد شيء اخر. ما نعرفش حكيتوا في الاهداف السنه اولمبيك بدنين كان قريب برشا من الطلوع، ما نعرفش هما امكانيه البراج الساعه ولا الفريق، حكيتوا في المواضيع هذه ولا؟ والله لا لا هو الحق الرئيس قال لي رانا نلعبوا على الصعود، مجهز جمعيه ديبيد معناتها سيزون باش نبدوا نورمالمون حضروا البريباراسيون من جديد، لا فما لا براج ما تحدثناش على البراج ولا حتى شيء. احنا تو نورمالمون رجعوا معناها الاولاد الاولاد جمعيه نورمالمون رجعوا لونترامون عندهم 2-3 شهور. واللي ريكريتي ان شاء الله يلتحقوا بالمجموعه على اساس انا حسب كلام الرئيس 3 أيام 4 أيام اخرين ان شاء الله نبدا المجموعه كامله في الاثنين. وقتاش تبداوا التمارين ان شاء الله انت؟ ان شاء الله ان شاء الله ليفا انا بحكم وضعي ما انا عندي ليفيزناف قلت له دوزيام فاكسان انا الجرعه الثانيه نتاع الفاكسان نكمل خويا الفاكسان تاعنا نعبد المدنين ان شاء الله. باين خليك نزار كان تحب تقول كلمه لاحباء جي اس كي اللي هي جمعيه كبيره بالطبيعه واحبائها تغشوا شويه عليك. اكيد من حقهم كيف بديت اول ما حكيت معك قلت لك راه جمعيه كبيره ما تقفش على النزار الطويل على اكس على كريك واي ملاعب يتمنى خويا يلعب في جي اس كا جي اس كا فترينا خويا جمعيه كبيره كما الجمعيات الكل عندها فضل على الملاعبيه كله على المدربين الكل، فهمتني؟ مي خويا شوا ذاك سبحان الله كل واحد وكيفاش يرتاح. قلت لك انا غلطي انا نورمالمون كلمت مسؤول ولا مدرب اقول له راني باش نغادر، اما حكم ما نحشم صراحة بحكم الكلمة ما نجمش أنا نفضلهم، أنا يكلمني مدرب أنا عنده ولي فضل وهو اللي بديت معاه أول سيزون أنا في البروفيسيونيل ما نجمش باش يقول لي أرجع نرجع، أنا خويا تربيت هكاك فهمتني؟ صرت شوا باش نخرج خويا نطلب أنا السماح من جمهور الشبيبة، فهمتني؟ وزاد زي ما قلت لك الظروف المادية خويا زاد هي السبب زاد معناها بصراحة واحد أموره مش واضحة وكهو.
واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك نزال تدخلك معنا. الله يخليك خويا. بالتوفيق بالتوفيق ليك ان شاء الله الموسم القادم مع اولمبيك مدنين كما اكدت لنا. كيف جي اس كان ان شاء الله يخرج الفريق من الازمه الماليه الكبيره اللي قاعد يمر بها. نذكر اليوم اخر حلقه من فير بلاي في البرامج الصيفيه، غدوه تلقاونا في موعد جديد ان شاء الله في توقيت جديد من مطلفة للاربع ليله الاسبوع. فير بلاي من الاثنين للخميس من مطلفة لاربع ساعه فقط باش تكون في الاسبوع هذا. كيف يجيكم ميتون نهار الجمعه وفي نفس التوقيت من مطلفة لاربع، وزون ميكس نهار السبت كما تعودتوا بها في البرمجة الصيفية من مرة 3:30 حتى للخمسة بتاع العشية. هذم تقريبا يوميا تعيشوا معنا سبور على إكسبرس أف إم. مثيرة البرمجة الشتوية تبدأ غدوة إن شاء الله. مازلنا مكملين في فير بلاي اليوم ساعتين حتى للخمسة بتاع العشية. مزيكا الأخبار وبعد راجعين.